طيب يمكن اللي بشوفه شوية هو إنه إحنا بنجمع العواصم اللي ممكن تبقى واقفة معانا على نفس ذات الموقف المتعلق بالقضية المركزية، ألا وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. إلى أي مدى تجميع هذه العواصم أو خلق لوبي سياسي من الممكن أن يساهم في حل هذه القضية؟ أنا بتكلم هنا على مدى قريب يبدأ أولا بهدنة، يذهب إلى وقف قيم لإطلاق النار، ثم إطلاق بقى مفاوضات شاملة كاملة تأخذ بالتأكيد وقتها للوصول لحل الدولتين. ده حقيقة جدا على السؤال ده. بص يا فندم، مصر طبعا هي لولا الزخم الإعلامي اللي حضراتكم عملتوه في تسليط الضوء على الجرائم اللي بتعملها إسرائيل، جرائم الإبادة الجماعية، هنا حصل تأثير أو تشويه لسمعة إسرائيل على مستوى الرأي العام العالمي. طيب العواصم اللي حضرتك ذكرتها إن ممكن يحصل لوبي مثلا للعواصم دي إن هو يناهض السياسة الإسرائيلية، ده بالفعل دلوقتي في مؤشرات ليه بسبب التظاهرات اللي حصلت في أكثر من دولة، وكأن اللوبي ده اتعمل بالفعل بس على المستوى الجماهيري، لسه ما وصلناش للمستوى الرسمي أو المستوى الحكومي. لكن المكسب في كل ده إن إسرائيل فضلت على عقود بتصنع صورة ذهنية معينة تجاه شعوب العالم، حتى المسألة هنا عشان تكسب تعاطف وتروج للمظلومية الإسرائيلية إن هم ناس أجدادهم اتعرضوا للهولوكوست وهم أصحاب تقدم، وفي نفس الوقت يعملوا نوع من الدعم المجتمع على مستوى الرأي العام العالمي. إضافة لده يا فندم إن من أهم الحاجات هنا إن إسرائيل كانوا بيتباهوا، رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 31 ديسمبر كل سنة بيطلع يهني إخواتنا المسيحيين في الشرق الأوسط كله ويدعوهم لزيارة إسرائيل. أي إسرائيل بقى؟ الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويفضل يلقح كده على أكثر من دولة ويستدرد الكلام ده بيقوله علنا، لأن إسرائيل بتتباهى إن هي فيها مساجد وكنائس وإن فيها مسلمين ومسيحيين وهكذا، فبالتالي بيحاول يصدر أو يؤكد على صورة ذهنية في أجيال وفي عقول أجيال متعاقبة إن إسرائيل دولة سلام ودولة عدل. وبالتالي الإعلام مصر هنا لما سلط الضوء على المجازر اللي إسرائيل عملتها هو كشف الفضيحة دي، أو فضح وبين سمعة إسرائيل الحقيقية بأن كل اللي اتصنع خلال عقود هو عبارة عن وهم زائف. صحيح. عشان كده المظاهرات اللي حصلت واللي شفنا ان هي حصلت في اكتر حتى داخل الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية وعواصم دول كتير، هي بتأكد على ان حصل احتقان او فجوة ما بين الصورة الذهنية اللي اسرائيل فضلت لسنوات تصنعها وما بين الواقع الناتج عن ممارسات اسرائيل وفتح الممارسات دي من خلال الاعلام المصري من جهه، وحتى يعني نقدر نقول برضو قناه الجزيره سلطت ضوء شويه، لكن الاعلام المصري سلط ده لان مصر من اكثر الدول الرافضه لسيناريو التهجير اللي هو كجزء من كل من خلال السياسه الاسرائيليه، وحتى المخابرات العامه المصريه بتعمل اجواء تفاوضيه اكثر من مره للوصول لهدنه مؤقته. حتى ليه؟ لان الهدنه المؤقته هي مرحله مؤقته من الكل. المرحلة المؤقتة هنا البيئة الخصبة اللي هتوفر التفاوض للطرفين عشان يوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.